طيب القطعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم في معنا هايلاندر 2023، ركبنا له قطعة الاندرويد من رود ماستر، رام 3 ذاكرة 32. هذا الان اليوتيوب شغال معنا، طبعا ما شاء الله الشاشة خاصة بالفل كامل. هنا نقدر نقسم الشاشة، نقدر نقسم الشاشة الى شاشتين هذا الشكل. في معنا هنا اليوتيوب اللي كان شغال قبل شوي، هنا خرائط الجوجل ماب، طبعا الشاشة ما شاء الله كبيرة، هنا خرائط الجوجل ماب. الآن نشغل الموقع، حسنا تخطي، طبعا هذا الموقع، هذا خرائط الجوجل ماب ما شاء الله. تدعم شريحة بيانات، مدخل شريحة بيانات هنا، في معنا مدخل شريحة بيانات، في معنا المدخل الآخر ذاكرة السي دي، ذاكرة خارجية. وهذا الشاشة الآن شغل معنا على خرائط الجوجل ماب. من هنا نقدر نتحكم، نرجع للشاشة الرئيسية، هذه هي الشاشة الرئيسية. هنا نرجع للأبل كار بلاي، هنا خرائط الجوجل ماب، هنا القائمة الرئيسية للتطبيقات. طبعا ما شاء الله التطبيقات، هذه القائمة الرئيسية حقت التطبيقات، قائمة جديدة بشكل ما شاء الله جديد. هنا القائمة اللي هي حقت الشاشة الرئيسية، طبعا متصفح كروم، كذلك سوق بلاي كلها شغالة معنا. عندنا هنا المتجر، هنا متصفح كروم، كل البرامج شغالة عليها ما شاء الله تبارك الله. نتحكم بالصوت من هنا، طبعا ما شاء الله شاشة كاملة تطلع حسب الفيديو. صوت صافي ونقي ما شاء الله تبارك الله. طبعا هذا بث مباشر، هذا اليوتيوب بث مباشر عليه.